وقعد بالمره شو البنجر ده من عراف. يا لهوي، اسم الله عليك يا اخوي. اسم الله عليك يا اخوي. في ايه يا هبت؟ جرى لك حاجه؟ مش حاجه، انا جاي. ما اعرفش مالك يا جد سليمه. ماله عيل يا عم وحمار؟ حد يمسك بحديد الموز يكشك عن حشره رقبتك. اصل هو اتخرع. مش هترجل منكم كلكم. انت بتحاميله يابا على الفاضيه والمليانه، وده عيل خرع ما يستحملش قلب. تحب افرجك؟ اقطع رقبتك لو قربت. خلاص يابا انا الغلطان، مسكت الهوا. اقول لك اهو بيمسك الهوا. غيظكم بعلام. الوحيد فيكم اللي معاه دبلون، وانتوا احسنكم يا دوب يفك الخط. بلا خط بلا كارت يا حاجي بقى. ايه؟ ما انتش فالح غير في قله الادب. سايب مرتك وعيالك في البلد ودايرة تصارمح مع الحريم. ده انت هتتشوي في نار جهنم. وريني يا واد. ها الدكتور مهندس يلا. ده خدش بسيط، ما تقلقش. صاحب اخواتك يا شحاته، سيبك من ابوك. والله العظيم بعمل كده يا دكتور، هم اللي ما عايزينش. كل ما اجي اطلع معاهم يمشوني بعيد عنيهم. صح، الركع المعون. ان كان خال الخال زين، الواد وخاله يزينوا الجبايل. ما تتفردش كده يا عجوز، ابوهم واحد، الركع العصب. صاحب اخواتك يا شحاته، علشان ما تتعبش. متشكرين يا دكتور. يلا يا واد. حجاج أؤمر يا دكتور. لونك مخطوف يا حجاج، بطل تاكل ليه علشان صحتك. سلمها لله يا دكتور، تصبح على خير. يا حشمت أبا، هي لعبة أخوك حشمت. واه واه يا نجاح، مالكيش راجل تسأل عليه. كل مات كلوا القطر. وانت حتكون محتاج ايه؟ ما انت ملطوع طول النهار قدام الدكان، واكل شارب نايم، واولادك براعيهم طول النهار والليل. ماشي زي اللي فيا وعايرين يا بت. بكره تعرف ان انا اللي باجي لك يا هم. تنسيش تجيبي طفح نطفحه. اتكسفت انشر دول. الواد سيد واخواته واقفين على السطح اللي قصادنا. سيد واخواته؟ بتختشي جوي يا بت. لا لا لا، ده انا محترمه قوي. يا حاج قولي لي. انا بستغربك قوي يا بنت يا نجاح، بقى بعد كل العشاء والعيال دي لسه مش طايقه علي. عامل ايه نطع؟ لا نافع رج ولا طار. يبقى لسه بتحب اخويا كرم. جاك حش بطن هو الاخر. ده انا كان ناقص احب على يده عشان يتجوزني. هو شحاته اتاخر في النوم كده ليه؟ ما تتلهفيش جاو دلوقتي يصحى. جبنا بسيرة القط. قصدك اسد. وقف يا واد وقف. يا مريح استعمال اقول ليه؟ وانت واقف عندك بتتفرد. وحياه امك اللي خليك تلم جزازها. سامح يا معلم كرم. وحياه بيسا. خلاص حلفتني بالغاليه. خلاص غور يلا طريقك هالي. انا قابل يا معلم، بس دي قرصه ود بس. اتهرج يا كرم. ما هرجش يا كرم. ربنا مزايم انت كرم. ده انا حبيبك يا ليه. ضربته ليه يالا؟ لا انا مش هتكلم الا قدام الاستاذ مفيد فوزي. انت هتهزر يا روح امك. طب ممكن اضرب تليفون؟ هتكلم مين يعني؟ لا بتاع الدكرموتيه قالوا من حق المواطن يضرب تليفون. طب اضرب يا اخوان. ايوه يا عيد، ادبت الدلاليب وعدبك الخياط خد منك كام؟ ليه هم كام دلابيه؟ لا يا واد عمي كده ضحك عليك في 30 جنيه. انت تروح تديبهم منه بما يرضي الله، لو ما رضيش طربق الدكان على دماغه وهاته في الجسم. انا قاعد مع البيت ظابط. لا والنبي يا اخويا. واحد اسمه حجاج عايز سيادتك بره يا باشا. خليه يتفضل يا ابني. السلام عليكم يا بيه. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. احنا هنعمل محضر صلح يا بيه بعد اذنك. كرم وجعران اخوات ما يستغنوش عن بعض وانا ضامن. موافق على الكلام دوت يا ابني؟ اللي تشوفه سعاده الباشا. علي 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 اسلام يا بنت منك ليها. قيام جلوس.
تعالي انت. بقول لك ايه يا حاده، هو الشباك ده ما يديش يمين شويه؟ شقه ابو سرم اللي جنبنا شباكها يمين، بس هو ابو سرم مش هيرضى دخل. طب العمود ده ما يديش يمين شويه؟ طب شمال؟ ما بيغور في داهيه. يعني انت يا ابو شعر حرير عبرني ورد عليا. ما تحترم نفسك. ايه انا كلمت الجناحيه اللي وصلت ببلاش؟ ايه يا بهايم ده؟ ما تعرفوش تسوق تركبوها ليه؟ انا ما اعرفش اسوق يا ابن الدزمه، ده انا اللي مشيت بظهري عمر اهلك ما مشوش قدام. يلا ادخل روح يلا في داهيه. يا صباح الدمان، تعالي اعمل لك مفاجاه. اعمل لك فرح الناس كلها تضيف في سيرته، فرح واطي واطي يعني. احنا هنتجوز فين يا كرم؟ انا عندي مطرح بدورة ميه وقدامهم فسحايه نطيروا فيها ورا بعض. بس المطرح ده بتاعك انت واختك، انا عايزه حاجه بتاعتنا احنا. ايوه ما اختي دي لازم انها تتجوز. انت ما بتشبعش من الزرع؟ ما انت ساكن في فيلا كلها شجر. مش بتاعتنا، احنا شغالين فيها. بأمارة الدكان شحاته يا شحاته؟ الاسم بس، الدكان وكل حاجه بتاعت الدكتور مؤنس، احنا عايشين فيها عواله. نفسي ارجع بلدنا. سعيده يا رسول الله، هو في حد ساكن في حتته دلوقتي؟ مش عارف، يمكن بحس احسن في الصعيد، مع اني برضك ماليش حته هناك. الدنيا ما هي واسعه حوالينا اهي، هي ليه بقى مستكتره يبقى عندنا متر واحد يبقى بتاعنا؟ عارفه يا بنت ايه الاهم من الملك؟ ان يكون ليك حد في الدنيا تحبيه ويحبك، تخافي عليه ويخاف عليكي، يبوسك ويبوسك. ثلاثة بالله العظيم بعد. الساعة خلصت يا شحاتة. يا بقرة، واحنا مأجرين عجلة؟ لو حابب خد ساعة تانية. لا يا اخويا تشكر، دي القعدة هنا أغلى من السيمة. هو احنا لاقيين الفلوس؟ يلا بينا يا شحاتة. يا بيت استنى ناخد ساعة تانية. يلا بينا نتمشى في أبو بلاش أحسن. خطي حلو؟ معرفش. يبقى ما عجبكش خطي. لا بس انا معرفش اقرا، انت لازم تحرديني يعني. طب وايه يعني؟ ما انا كمان ما بعرفش اسوق. خلاص يبقى اتفقنا، انت تعلميني القرايه والكتابه وانا اعلمك الصياعه السواقه.